الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين، حبيب إله العالمين، المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. أعزائي المشاهدين، نتابع معكم في هذه الحلقة في رحاب قصص الأنبياء، تكملة ما وقفنا عنده من قصة نبي الله نوح وما تبقى من مقتطفات حول حقيقة ذلك الطوفان الذي جرى في ذلك الزمان وماهية ذلك الطوفان. وقد تكلمنا أن الماء الذي عم في الطوفان قد نزل من السماء، وأشار أمير المؤمنين إلى الشمس. هناك رواية أخرى في كتاب الخصال عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام تؤكد أن حقيقة خروج الماء كان من السماء ومن الأرض. رواية أمير المؤمنين: وفار التنور، يقول التنور ماذا؟ أومأ إلى السماء. وهنا مولانا الإمام الباقر، عفوا، مولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه لما كان أيام الطوفان دعا نوح عليه السلام ماذا؟ مياه الأرض، فأجابته إلا ماذا؟ المر والكبريت. يقول ماء الأرض، يعني الماء طلعت من الأرض ونزلت ماذا؟ من السماء. فهذه ماذا؟ حقيقة ذلك الطوفان، أن الماء خرج من الأرض ونزل ماذا؟ من السماء. إخواني أعزائي أيها المشاهدون، يبقى هنا لنا بعض المسائل لابد من الوقوف عليها، وهو حقيقة وجود إبليس. أين كان الشيطان في تلك الفترة؟ هل أن الشيطان كان من الذين ركبوا في تلك السفينة؟ وهل لنوح عليه السلام أن يركب الشيطان ولم تكن تلك السفينة إلى ماذا؟ إلا إلى المؤمنين. إخواني، هناك رواية في علل الشرائع تتحدث عن ماذا؟ عن حقيقة ما جرى على إبليس حينما جرى ذلك الطوفان، وما جرى أيام الغرق، كما يعبر لذلك مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يقول إن إبليس شنو سوى؟ الشيطان وين كان؟ عمر زمان الغرق. يقول قعد في أيام الطوفان حينما غرق من غرق، عمر زمان الغرق كله ماذا؟ في الجو الأعلى، يطير بين السماء والأرض، يطير ماذا؟ بالذي أعطاه الله من قدرة. الله عز وجل حينما خلق إبليس وجرى ما جرى عليه، ومن ثم كان من عباد الله الصالحين، وبعد ذلك قاس بينه وبين آدم، الله جعل له قدرة. كيف يغوي الناس؟ كيف يصنع ما يصنع؟ وهنا هذا الكلام، وأنا أنقل هذا السياق بالخصوص، أنه عمر ماذا؟ في الجو، يطير بين السماء والأرض، بالذي أعطاه الله ماذا؟ من القدرة والحيلة. وعمرت جنوده في ذلك الزمان تطوف فوق الماء، وتحولت الجن أرواحا ماذا؟ تهب فوق الماء. وبذلك ماذا؟ توصفت خلقتها أنها ماذا؟ تهوي هوى الريح. وإنما سمي الطوفان لأن الماء طاف ماذا؟ فوق كل شيء. يقول الطوفان سمي طوفان لأن ماذا؟ طاف كل شيء بعد. فهنا في هذه الرواية يقول الله أعطاه قوة وقدرة إلى ماذا؟ إلى إبليس. أعطاه قوة قدرة، لأن الله عز وجل وعده إلى ماذا؟ أن يمهله إلى يوم ماذا؟ إلى يوم، ذلك اليوم هو يوم الموعود، ما مو إلى يوم يبعثون، أو إلى يوم الوقت المعلوم. قال أمهلني إلى يوم يبعثون.
قال لا، المهلة إلى ماذا؟ إلى يوم الوقت المعلوم. فإبليس لأنه عبد الله كان عنده قدرة، كان عنده حيلة، بحيث أنه كان ما بين السماء والأرض يطوف، مو معنى أنه ماذا يطوف على الماء، لا، يطير بين السماء والأرض، ولأن الماء انهمر من السماء، وحقيقة انهمار الماء غير سقوط الماء. بمعنى حري آخر، هذه الرواية دقيقة وأريد أن أتكلم عن هذا الوصف. إخواني، الطوفان حينما نزل الماء من السماء بيا حالة نزل، بيا كيفية، هل هو كان كتساقط قطرات المطر أو كتساقط مثلا كرات الثلج أو غيره؟ لا إخواني، كان الماء منهمر، والمقصود من المنهمر يعني كالماء المسكوب، الماء النازل دفعة واحدة من غير انقطاع، هذا المقصود من الماء المنهمر. الماء المنهمر كمياه الشلالات، كمياه الأنهار، لماذا تصب من ماذا؟ من أعلى إلى الأسفل، فانهار الماء. وهذا الانهيار إذا إبليس يطير بين السماء والأرض، هذا الماء لابد أن يضرب على إبليس فيسقطه. فكان يطير إبليس عليه لعائن الله بين السماء والأرض، وعنده قدرة وعنده حيلة أن يبقى أيام الطوفان يطير. بعد ذلك ماذا؟ الجن، الله عز وجل خلقهم ماذا؟ خلقهم بأجساد مجردة. نعم، لهم أجساد مجردة، يعني أجساد طفيفة لا تدرك بالحواس الخمسة. فالجن لم يركبوا في سفينة نوح، ولعل هناك جن من المؤمنين، لكن هل أن نوح عليه السلام دعا الجن إلى ركوب تلك السفينة؟ ما عندنا رواية، ما رأيت، لعلهم موجود بس ما رأيت. الجن كان يطوفون حول الماء، يعني كأنما ماذا؟ يبقى فوق الماء. وحقيقة هذا الجسم المجرد لا يجعله أن يهلك. أما إبليس عليه لعائن الله كان ماذا؟ ما بين السماء والأرض يطوف. طيب، هذه ماذا؟ حقيقة وجود إبليس في أيام الطوفان. والله أنزل السكينة على تلك السفينة، وكانت تلك الأيام أيام ماذا؟ نجاة الخلق على يدي نبي الله نوح عليه أفضل التحية والصلاة والسلام. ولكن أعزائي المشاهدين، هناك أيضا بعض النقاط لابد من الوقوف عليها، وتلك النقطة هو ماذا؟ أن إبليس بعدما عمر هذا العمر، هناك عندنا شيء الله أوجده أو أظهره، وهذه المسألة من المسائل المختلطة علينا. وأي مسألة تلك؟ تلك المسألة وجود شيء يسمى قوس قزح، بالمتعارف بين ماذا؟ بين الناس. ما هو قوس قزح؟ شنو ماهيته؟ شنو مفاده؟ ما هو المراد منه؟ مولانا الصادق عليه السلام يقول ماكو شيء اسمه قوس قزح، ولو أن هذا اللفظ موجود على ماذا؟ على ألسننا، على ألسنتنا، على مسامعنا. إنما ذلك القوس الملون الذي يخرج بعد تساقط الأمطار يسمى قوس الله. ظهر ذلك القوس في أيام الطوفان، ولا يوجد شيء اسمه قوس قزح. يقول مولانا الصادق عليه السلام قزح هو اسم الشيطان، وهو ماذا؟ هو ألوان تخرج شكلها شاكلة القوس. يقولون الناس قوس قزح، يعني ذلك المقوس هو قوس منه؟ الشيطان. هذا قوس الله، الله أوجده. ما هي ذلك القوس؟ هذا كل ماذا في حقيقة الطوفان، حينما نريد نتحدث عن طوفان نوح. يقول مولانا الصادق عليه السلام إن هذا القوس ظهر في السماء بعد الغرق، بعد الطوفان ظهر ذلك القوس. لماذا؟ ماذا؟ لأنه ماذا؟ أمانا منه لمن بقي إلى يوم القيامة. هذا القوس أمان، نوع من أنواع الأمان. القوس هذا حينما يظهر قوس الله عز وجل هذا أمان. وقال عليه السلام لا تقولوا قوس قزح، فإن قزح اسم الشيطان، ولكن قولوا قوس الله. وإن ماذا؟
وإن هذه المجرة التي في السماء يسمونها ماذا؟ مجرة الكبش، موضع انفطار السماء. أنا أريد أوصل إلى هذه الكلمة، انفطار السماء، انفطار السماء للماء، لأنه لم ينزل قطرات، إنما نزل دفعات. فلما ماذا؟ فلما التأمت السماء وبقي ماذا؟ أثر كالحجر المندمل، ماذا؟ لا، أو عفوا، كالحجر، أثر الحجر المندمل يبقى أثرا ماذا؟ في البدن. فأوجد الله ماذا؟ ذلك القوس، قوس الله عز وجل. وهذه رواية صريحة على أن الماء الذي نزل، نزل كالماء المنهمر، انهمر من السماء إلى الأرض. فهذا القوس الله عز وجل أوجده ماذا؟ في تلك الحقبة وتلك الفترة الزمنية. الآن ولو أنه بقي بعض النقاط القصار، نقف على نقطة جميلة. إخواني، وقع ذلك الطوفان وجرى ما جرى من الماء، وبعد ذلك هبطت تلك السفينة، سفينة نوح. حينما هبطت سفينة نوح وخرج نوح عليه السلام وأبناءه ومن آمن معه، وخرجت البهائم الكليني في الكاف الشريف عن مولانا الصادق عليه السلام. إخواني، هذا دواء. أنا الآن أريد أن أعطيك دواء ماذا جرى في زمن نوح عليه السلام. هذه الرواية من أجمل الروايات حتى تعلم أن هناك أدوية وضعت إلى ماذا؟ إلى أنفسنا. شنو يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام في حقيقة ذلك الدواء؟ يقولون حينما هبطت تلك السفينة ونزل نوح عليه السلام ومن معه، يقول فنظر نوح عليه السلام فرأى الأرض قد هلكت، ماكو لا ثمار لا شيء، ووجد الناس قد ماتت، فلم يرى إلا عظام، جماجم عظام. يقول فأصيب نوح عليه السلام بالحزن والكآبة، يشوف هؤلاء، هذا من أقربائه، هذا ماذا؟ من الذي دعاهم إلى الله عز وجل، كلهم ماتوا، لم يبقى أحد. يقول صار عنده هم، حزن. الإنسان طبيعته رقيق، هذه الرقة موجودة. أصيب بالحزن والهم، فهبط إليه جبرائيل عليه السلام يعطيه بشارة، يقول له أنت مهموم، أنت محزون. قال له ازرع العنب الأسود وكله، يقول له كل ذلك العنب. ليش؟ لأنه يذهب ماذا؟ الحزن والهم. فإذا هناك علاج في زمن نبي الله نوح بعد الطوفان، هو ماذا؟ أن نوح من الأشياء التي زرعها هو العنب الأسود، زرع ذلك العنب وكان يأكل منه. يقول حينما أكل منه ماذا؟ ذهب همه وغمه. فإذا أعزائي المشاهدين، هذه من النقاط الجميلة. إذا واحد شعر نفسه أن عنده هم، عنده حزن، فليداوم على أكل العنب الأسود، لأنه يطرد الهم والحزن. وهذه الرواية وردت في الكافي الشريف، وهذا حتى لا يطول بنا المقام ويعجز بنا اللسان، نكتفي بهذا الكلام في هذه الحلقة. نشكركم على هذه المتابعة أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.